علوي اسماعيلي معروف بيورياس، كوريغراف وفوتوغراف من كازا. كوير بالنسبه لي هو لايف ستايل، اسلوب حياه اللي كنعيش به، اللي ما عمري ما فكرت انني نديرو، جا غير هكاك على الله. على باز انا درت قريت المات، من بعد بغيت نكمل في ليزيتي سوبيريور في المات، ساعه كنت كندير اون باراليل لا دونس بريك دانس، ومع الجروب ديالنا لا هيبا كينغ زو بدينا كنسافروا للعالم، كوري في البرازيل، سود افريك، دنمارك، وبدينا كنلعبوا دي كومبيتيسيون لي سبيكتاكل. وهذا الشيء هو اللي خلاني انني نديفلوبي واحد فيزيون على المغرب، يعني ديما كنخرج من البلاد كنمشي نلعبوا لي كومبيتيسيون كنرجع كنشوف واحد الشوفه اخرى، كنخرج عاوتاني كنرجع كنشوف واحد الشوفه اخرى. واول مره غنستعمل الاباراي كانت ماشي باش نصور، كانت حقاش عندي ميموار شويه عيانه، يعني البلاصه من لوطيل البلاصه ديال الكومبيتيسيون فشي بلاد كنهز معايا واحد الاباراي صغيره، كنتمشى كنبدا نصور الدروبه. علاش؟ حقاش ما كنعقلش على الطريق باش ننسالي ارجع. الوغ هذه هي المره الاولى اللي كنت استعملت فيها لاباراي. لعبنا لي كومبيتيسيون بزاف، وفي 2013 وقع لي واحد البليسير في الجنو، الوغ لو كارير ديالي ديال كارير ديالي ديال لا فوتوغرافي ديال لا دونس تحبس، ولقيت راسي جالس في كازا. نورمالمون كنتريني 5-6 سوايع في النهار، لقيت راسي جالس ما كندير والو في 5-6 سوايع في النهار. هزيت لاباراي اللي كنت كنصور بها بحال جي بي اس وخرجت في الدروبه ديال كازا، بديت كنصور بلا ما نعرف شنو ندير بالتصاور، وتما بديت لو فري ايستوار ديال لا فوتو. كيما قلت لك انا كنت كندير ستريت دونس، سي دو بريك دانس، سي دو دونس في ستريت، وكانت طبيعي انني ندوز من ستريت دونس ستريت فوتوغرافي، حقاش عندي واحد الكونتاكت ساهل مع الناس. يعني فاش خديت لاباراي كان عندي ساهل انني نقرب الناس نصورهم، الوغ كانت اوتوماتيكمون ندوز ستريت فوتوغرافي. ولكن لابروش ديالي سيرشو على البروجي على كازا اللي خدا الوقت بزاف، ديفلوبمنت ستريت فوتوغرافي دوكيومونتاري فوتوغرافي. اصلا انا كنخدم على بزاف ديال لي ستيل مختلفين، غير انا ما كنبينش كلشي، الناس كيعرفوني بستريت فوتوغرافي، ولكن او ميم طون كنديفلوبي بزاف ديال الحوايج، وانا كيعجبني اكسبيرمونتي، كنجرب اي لعيبه، ولكن كان ليدي عندي هي نخرج منها شي حاجه اللي سيريال. على باز كما قلت لك الانسبيراسيون ديالي هي كازابلانكا، وملي كنا كنديروا لا دونس كنا كنت انسبيرو من الناس كيفاش كيتمشاو، كيفاش الدراري جالسين في راس الدرب، الحركه بحال كوريغرافي. ولكن ملي دزت لا فوتو لقيت ان حتى لا دونس انفلونساني ولا انسبيراني في الطريقه كيفاش كنصور، يعني ملي خديت لاباري اوتوماتيكمون حطيتها في الارض، بديت كنصور من الفيزيون في الارض. علاش؟ حقاش ديما كنلعبوا دي فيغور في لا دونس في الارض، حطيت لاباري في الارض، وكان حتى الباك جراوند ديالي في الماتش ولا لي زيشاك حتى هو كان عطاني الانفلونس كبير على الخدمه ديالي. كيفاش كتكالكيلي بعد الطرات كتكون ناس جاي واحد جاي من هنا واحد جاي من هنا، كتحاول تكالكيلي البلاصه اللي يقدروا يتلاقاو فيها باش تقدر تصور. هنا كيدخلوا لي كالكيل، كتدخل البروبابيليتي، كيدخلوا بزاف الحوايج. جوزيف كوديلكا اللي بالنسبه لي من لي فوتوغراف اللي شفته انسبيراني، ماشي بالطريقه ديال الصور ديالو، ولكن الطريقه كيفاش هو كيابروشي السيجي ديالو فداك البروجي ديال الغجر ديال الجيبسي. الانسبيراسيون ديالي كانت هو كيفاش عاش معهم، كيفاش هو بقى يفرش في الارض باش ينعس حداهم، باش يتقرب لهم، باش ياخذ تصاور اللي يكون عندهم واحد القوه. هذا الشيء اللي خلاني نتانسبيرا منه اكثر من الطريقه ديال التصوير ديالو. وكاين بزاف، كاين فوتوغراف امريكان ويني جريت اللي هو سان فوتوغراف اللي معروف، والفوتوغراف ديالنا كاين حسن حجاج اللي الانسبيراسيون كيما قال لكم ماشي غير في لا فوتو، في الحياه اون جينيرال. كيما كنقول ديما كنقول احسن ماتريال من اللي يخدم به هو اللي عنده فداك الموم، حقاش الا جاتك شي تصويره واعره كان عندك غير اباراي فيها 1 ميجا بيكسل وقدرت تصور هذيك التصويره، قدر هذيك التصويره تولي وصورتها واعره قدر تكون عندها ان فالور. يعني الماتريال اللي احسن ماتريال هو الماتريال اللي عندك فداك في يدك. انا كنخدم بزاف بكاميرات صغار بحال هذه، سي كاميرا فوجي اللي كيعجبني ني تكون كحله مخبيه ما ترفليكتيش الضوء. بعد خلاص كنصور بفلاش، بعد خلاص كنصور ارجنتيك، عندي دي كاميرا ارجنتيك
عندي بزاف الكاميرات ولكن كل كاميرا ولاش كتصلح في الزنقه خص يكون كاميرا شويه صغيره مخبيه الا كان شي حاجه كاميتريزه راه كنجيب كاميرا كبار بلا ما نذكر السميات. إديتين في أمريكان هو ولا في الانجلي هو ملي كتكون عندك تصويره كتحط تحت التصويره هذا كيتسمى إديتين، ولكن في فرونسي إديتين هو تريتمون ديماج ياك. انا في الاول كنت كندير تريتمون كنحاول ندير الكونتراست بزاف ندير لي كولور بزاف، ولكن من بعد لقيت ان المينيموم ديال إديت ديال تريتمون ديماج كيخلي الصوره تكون احسن حتى في النيفو ديال الامبرسيون. يعني كنضربني كتامبريمي لي فوتو الا تخطيتي لي زيماج بزاف الكاليتي كتنقص وكيبانوا لي ديفو دغيا. من الاحسن ان بنادم يحاول ما يتراتيش بزاف الا الا كانت عنده فكره عنده واحد ليفي اللي عنده معنى يقدر يديرو هنا داكو، ولكن بالنسبه لي التريتمون كنحاول يكون اقل ما يمكن. وحاجه واحده اخرى، الا كنتي كدير لا فوتوغرافي ياك كتسمى راسك فوتوغراف حاول تبعد على تبدل ليماج ولا تغير شي حاجه في لاسين اللي صورتي، يعني تمحي حاجه ودير حاجه هذه ما كتسماش لا فوتوغرافي. تقدر نسميها فاين ارت، كاين ناس كيديروها كنحترمهم ما كاينش مشكل، ولكن الا كنتي بغيتي دير لا فوتو سير شي دوكيومونتير ولا ريبورتاج خاصك ما تبدلتيش اللعيبه في ليماج. هنا خصنا مين يدير الفرق واش بغى يمشي في هاد الديريكسيون ولا يمشي في هاد الديريكسيون. هذه اي فوتوغراف بدا يبعد على الفوتو مونتاج علاش كيعكز عوض ما دير دي كومبوزيسيون واعرين كتولي كتقول انصور هذه ونصور هذه ونلصقهم بجوج ونخرج الصوره زوينه، ولكن الا بقيتي كدير بحال هكا اول حاجه كتعكز، ثاني حاجه كتلصق فيك داك التيكيت ديال انت راه كدير المونتاج وخا تصور شي صوره واعره من بعد الناس غيلصقوا فيك الاولى اللي درتي في الاول. يعني من احسن واحد يلاه بدا يشد لاباراي يعري على كتافو يحاول يتقاتل باش يجيب صوره في كومبوزيسيون مزيانه في الاول. اول بروجي بديت هو البروجي اللي ناتيرال اللي مورا وقع لي مشكل في الجنو زيت لاباراي خرجت في الدروب ديال كازا بديت كنصور بلا ما نعرف شنو كنصور. وهنا جاتني الفكره قلت علاش ما نديرش شي حاجه على كازا، شديت لونو كازا بلانكا درته في جوجل شفت لي زيماج اللي كاينين لقيت انا كاين لي زيماج ديال جامع حسن الثاني بزاف الحبوس التوريست كازا مسخه. قلت هنا لابروش ديالي مختلفه على هادشي اللي كاين، لابروش ديالي سي بلوتو لي كولور الكونتراست لاكسيون الموفمون الكوريغرافي على لا فيل والكاركتير ديال لا فيل. الوغ بديت كنخدم عليه تقريبا شي عامين، وهنا انا نقول خصني نسمي شي سميه علاش حيت السميه مهمه باش تبريزونتي البروجي. رجعت لي فواياج ديالي حقاش ديما فاش كنسافر في شي بلاد على برا كنتلاقى مع شي واحد كيقول لي وير اي فروم انت منين، كنقول لي انا من كازا هو ديريكت شمون كيقول لي كازا بلانكا ذا موفي اتس جريت موفي، كنقول ليه هذيك الهضره خاويه انا جاي من كازا بلانكا اللي ماشي لا علاقه لها بالفيلم، اصلا الفيلم صور في هوليوود ماشي في كازا. وهنا جاتني الفكره اني نسمي البروجي ديالي كازا بلانكا نوت ذا موفي، كازا بلانكا اللي ماشي الفيلم. واوتوماتيكمون ملي كيسمع كازا بلانكا نوت ذا موفي كيضرو راسو كيبغي يشوف شنو كاين، يعني كاين واحد تقريبا نقول لك 40 30% في لو تيتر اللي خلى البروجي يكون مزيان. ومن بعد ملي كيدخل كتشوف كازا مختلفه بالفيزيون ديال واحد اللي كيتمشى في الدروبه ديال كازا من الاحياء الشعبيه الاحياء ديال البورجوا من الاحياء ديال من البحر. كنحاول نتمشى بزاف باش نكري هذا البروجي هذا، وهنا بدات القصه مع هذا البروجي. كما قلت لك كنخدم على بزاف لي بروجي او ميم طون، والوقت اللي كنحس بشي حاجه واجه راه كنخرجها وانا كنصور بزاف. الحاجه اللي كنلاحظ كنخرج كنلاحظ يعني ما كنديرش الميزون سان كنحاول كنوبسيرفي هنا كنشوف هنا شنو تبدل شنو ما تبدلش كنحاول نخدم على هاد الحاجه هذه. والحاجه اللي قريب تقريبا نقدر نخرجها هو واحد البروجي كيهضر على ما بين بصح وماشي بصح، هاد الفكره ديال واش حلمه واش بصح واش سيريال واش غيال. السؤال هذا ديما كان بزاف الناس كيقولوا لي كنجاوبهم كنشرح لهم زعما علاش. واحد النهار ياك واحد القصه اللي زوينه كنت في واحد الاكسبوزيسيون ويجي عندي واحد السيد اغريسيف زعما طالع لي الدم قال لي شتي انت كدير الميزون سان، وانا نشوف فيه بحال هكا نقول ليه شتي انت كاين اجي نوريك التصويره اللي درت فيها الميزون سان، وانا نوريه التصويره ديال الصلاه اللي مصوره من الفوق، وانا نقول ليه راه لونسيت ابل في فيسبوك
وقلت للرجال سيروا صليوا هنا، وقلت للعيالات صليوا هنايا، وعيطت على واحد الدري صحابي استفى الطوموبيلات وصورت هاد الصوره، وهذه هي احسن صوره ديال اللي درت بالميزون سين. هو يبقى يشوف فيا حدا راسه ويمشي ولا نبقى كنضحك عليه. فوالا انا كنحاول، انا كان ايفيتي الميزون سين، كنحاول اوبزيرفي. كاين دي مومون اللي كنجلس مع الناس بزاف كيعرفوني كنصور ولكن كينساوني، وكاين دي مومون اللي كنصور صوره بغدغيه بلا ما يحس شي واحد كنصورها. يعني كاين بزاف ديال الميثود ولكن ما كنحاولش نبدل لاسين. انا كنحاول ايفيتي هادشي ديال الصعوبات وديال البكاء، حيت اي حاجه كتجيك كتحبسك فواحد البلاصه، اما كتحبسك باش كتخرج شي حاجه واعره من بعد. يعني بحال شي بركان تيكون ساد 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 ساد، واحد المومون كتكون بوف كي 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 كيتفرقع باش يخرج هذاك اللعيبات ديالو. كيبان لي اي واحد كيدوز من هاد اللعيبات هادي، ولكن كيفاش غيستغل هذاك الخرجه ديالو، هنا فين خصي يستغلها بطريقه مزيانه. نقدر نقول لك ما فاش بديت ما كانش البارطاج، ما كانش واحد اللي غنبارطاجي معايا، ولكن انا حاولت نخرج من هذه القضيه هذه. فيما كنت كنسافر كنصيفط دي زيميل ولا كنكونتاكتي دي فوتوغراف، كنقول لهم فوالا انا سميتني فلان فلاني، ها كنصور بحال هكا، واش ممكن لينا نتلاقاو؟ وتلاقيت مع دي فوتوغراف فرنسا ولا في المان اللي عطاوني وقت بزاف، غير حسوا بيا باغي نتعلم. كاين بزاف ديال الفوتوغراف مغاربه كيصوروا مزيان، ياك قدر تصور صوره واعره مزيان، ثانيه مزيان، ودوز مده وتصور صوره مزيان. ولكن بالنسبه ليا الا بغيتي تبين الخدمه ديالك خاصك تفكر في مشروع، شي بروجي اللي كيهضر على داكشي اللي كتصور، حقاش بلا بروجي ما يمكنش انك تلونسي الخدمه ديالك. هنا كتبقى لا فيزيون، كيفاش كديفلوبي لا فيزيون، كيفاش كتبحث على الموضوع ديالك، كيفاش كتصور، هذه كتجي مع الممارسه. لان خص اللي بغي يدخل في الدومين ديال الصور خصو يكون جدي، فهمتي؟ ماشي يصور مره وينسى ويعاود يصور مره، خصو يكون جدي، يخرج يصور يتريني، فهمتي؟ حقاش هادشي راه كيبغي لونطريمون، كيبغي الخفه ديال الريغلاج، كيبغي الخفه تقرب للناس، داكشي كيصور في الزنقات تزعم ما تحشمش. الا بان لك شي سوجي كتمشي ليه، حقاش ما تخسر والو، غتمشي تصور شي حاجه. كاين جوج حوايج، اما غايقول لك يغوت عليك وغايقول لك لا ما تصورش غتمشي بحال هكاك، اما غتاخذ صوره زوينه وغتمشي بحال هكاك. كاين هذه اللي مهمه بزاف، ان بنادم كيدخل الدومين ديال الصور وما كيقراش. ملي كنقول قرايه ماشي غير تدخل الانترنت وتبقى تشوف لي تيتوريال ديال كيفاش دير الايزو ولا دير هذه، لا قرا، شوف دي فوتوغراف اللي داروا دي بروجي، فهم كيفاش خدموا البروجي ديالهم، قلب على كتوبه. ملي كنقول كتوبه سي فوتو بوك، مواضيع. علاش؟ حقاش الفوتو بوك هو واحد مشروع، واحد البروجي. هذا البروجي هذا كومبلي كيبين لك كيفاش بدا وكيفاش سالا، وهنا كيشرح لك كتفهم بزاف الحوايج. الطريقه فاش كيفاش بدا، كيفاش تحلت الصوره الاولى، كيفاش بدا بالصوره الثانيه، كيفاش خلات الصوره في الاخر، وكتشوف لابروش ديالو كيف، كتشوف شحال ديال الوقت خدم عليه. يعني كيعطيك بزاف ديال المعلومات اللي كينسبيريوك انت باش دير انت واحد المشروع. الحمد لله الخدمة ديالي بانت في دي ماجازين كبار بحال نيويورك ساينز، بحال ناشونال جيوغرافي، ذا غارديان، وبزاف ديال الماجازين في الالمان، في لاشين، في بزاف ديال البلايص. لي زيكسبوزيسيون اكسبوزيت هنا في المغرب، ديغنيغمون اكسبوزيت في لانسيتي موند اغاب معهد العربي في باريس. لي بخي، كاين لي بخي ديال لانسيتي موند اغاب، لي بخي ديال افريكان كونتمبوراري كاب برايس، ومازال ان شاء الله دوتر اكسبوزيسيون جايين في الطريق. لي دي سي راه كيما كنقول اباراي وجوج عينين، راه تقدر دير بهم بزاف الحوايج. يعني حتى لي جون اللي طالعين دابا ما يكونش عندهم داك الحاجز ديال انك راه غير هذوك الناس هما اللي يقدروا يوصلوا واحد البلاصه، لا، الا كانت عندك الموتيفاسيون وكنتي عندك العزيمه راه تقدر توصل بزاف اللعيبات. كاين عاوتاني التصويره ديال العود مع الكلب مع سميتو، كنعزلها انستغرام باش يبيبليا، وانا جاتني شي حاجه في شكل. بالنسبه لي كتشرفني كمغربي انني نبريزونتي لا فوتوغرافي المغربيه في العالم. بزاف ديال المصور المبتدئين ملي كيشوف الخدمه ديالي ولا شي حاجه كيقول لك انت راك عندك الزهر، انت كتصور مزيان ولا شي حاجه، ما كيشوفش ان راه كاين واحد الخدمه
ورا كاين خدمه بزاف ورا. نعطيك مثال سهل، انني بديت التصوير في 2013، من 2013 ل 2014 ما صورتش الصوره اللي حسيت بها صوره قويه، حتى وصلت 2014 بديت كنصور فيها، عاد خرجت صوره واحده في 2014 في اللي كاينه في البروجي ديالي على كازا. يعني راك بعد 13 كنصور بوندون 6 شهور ولا 5 شهور باش نخرج صوره واحده، وانا العام الا خرجت 4 صور زوينين في العام كنكون فرحان بزاف. يعني وهذا الشيء راه كنخرج كل نهار وكنصور 6 سوايع في النهار، وبعد 13 كنصور اكثر من 1000 2000 صوره في النهار، وما كيكون ما كيكون والو بوندون 3 موا. يعني راه كاين بزاف ديال الخدمه، كاين بزاف ديال الوقت كنخدم عليه باش تخرج واحد الحاجه اللي تكون في النيفو ديال الخدمه ديالك. نعطيك ليكزامبل ديال واحد الصوره اللي صورت ديال الرهيبات. الوغ الصوره كانوا ثلاثه ديال الرهيبات مع ثلاثه ديال الدراري، ملي كيشوف هاد الصوره ديال ثلاثه الرهيبات مع ثلاثه الدراري داكشي بارفي واللعيبات تيقول لك اه راه كاينه ميزونسين ولا عندك الزهر. هنا انا نشرح لك كيفاش بديت هاد الصوره. مشيت لواحد النهار للبحر، كانت السما كري، اصلا ما كانش بغيت نمشي للبحر غير بزو عليا باش نمشي للبحر، طالع الدم حقاش كري ما يكونش من بزاف. ملي مشيت تما بانوا لي لي نوم، بانوا لي هاد الرهيبات، فرحت قلت كاين واحد السيجي. صورت هذوك الرهيبات مع واحد المراه مغربيه كونتراست، قلت مزيان. صورتها غاديين مع واحد الغفلي، صورت الرهيبات بقيت تابعهم تقريبا شي 20 دقيقه، خداو شراو تصويره مع واحد البنت صورتهم، بقيت تابعهم واحد اللحظه دانوا لي واحد الدراري خارجين من البحر وهما غاديين. هنا غنرجع في الكالكيل اوتوماتيكمون، حسيت بشي حاجه غتوقع ما عرفتش شنو هي ولكن حسيت بها، بديت كنجري وكنحاول نكالكيلي البلاصه اللي غيقدروا يتلاقاو فيها. جريت بديت كنصور وانا كنجري، علاش كنصور وكنجري؟ حقاش يقدر ما يتلاقاوش، يقدر داكشي اللي كالكيليت يكون غلط، على الاقل عندي شي صور. بديت كنصور واحد المومون وقفت وكليكيت وخرجت هذيك التصويره اللي فيها ثلاثه ديال النون ثلاثه ديال الدراري، اللي بالنسبه ليا هيستوريك، من التصاور اللي غيبقاو ديما في الذاكره ديالي. هنا غنرجع، كون صورت غير التصويره ديال المراه المغربيه ولي نون ومشيت، ما عمري ما نوصل لهذيك ديال الدراري. يعني راه كاين بزاف ديال الخدمه باش نوصل واحد النيفو. هنا غنهضر في ديك في بوش ديال ليميت، ملي كتكون كتريني اللي كيكونوا اللي كيوصلوا في لونطريمون هما هذوك اللي كيكونوا عياو صافي غادي يموتوا، ومن بعد كيزيروا راسهم باش يديروا شي حاجه، وهنا كتقدر تخرج شي حاجه واعره. الفكره ديال فوتوغرافرز اوف موروكو فكره مزيانه، علاش؟ كوميونيتي باش بنادم يقدر يتعلم منها. غير هو كما قلت لحمزه وحدايا هنايا فاش قال لي شنو هما البروجيات اللي عندك جايين، قلت لي نقدر نقول لك انا عندي هاد البروجي غنمشي ندير هادي في فرنسا غندير في المان، الناس ما غيستافدوا والو. السؤال المهم هو كيفاش نقدر ندير بروجي، كيفاش غتابروشي شي حاجه باش توصل واحد الموضوع باش تقدر دير انت واحد الكاريير، تلقى دي كيستيون اللي يقدروا يفيدوا الناس اكثر. انت راه ديجا هاد البروجي هذا راه كيفيد الناس بزاف، غير هو باش يفيد واحد النوع ديال الناس اللي يزيدوا بلا فوتوغرافي المغربيه القدام، حقاش كان واحد الانقطاع ديال لا فوتوغرافي، كانت واحد جينيراسيون ديال المصورين وما بقاش بيناتهم مصورين، عاد جينا حنايا ما بغيناش حنا ما يبقاش يكون انقطاع، ناس بحال فوتوغرافر اوف موروكو هما اللي يخليوا هاد الاتصال. بزاف ديال الناس كيشوفوني دابا زعما بوبليز في دي ماغازين كبار، اكسبوزيت في دي فونداسيون بحال ارماس ولا دوتر فونداسيون، كيقولوا لا راه ما نقربوش ليه ولا شي حاجه. العكس، انا راه بحالي بحالكم، اللي بغى شي حاجه مرحبا. الاسبري ديال البارطاج اللي جاي اصلا من الهيب هوب، هيب هوب سي اباوت شارين، غير باش نبارطاجيو بعضياتنا. انا هنا اللي احتاج شي لعيبه مرحبا، يعني عندي ليسبري ديال البارطاج، نخرجوا اونصومبل غير ما نكونوا جوقه كبيره، حقاش جوقه كبيره كتنوض شويه الصداع. وما تنساوش تبعوني في انستغرام، سي يورياس سي ايغراغ او ار اي ايغراغ اس، دخلوا كنكون اكتيف بزاف فيه. وبالنسبه للدراري اللي بغى لي وركشوب، راه كاين شي ناس كيديروا دي وركشوب بحال لوزين، راه مره كيديروا لعبات على فوتوغرافي، وكاين دي رونكونتر اللي ولاو كيبانوا دابا في المغرب. وبا حمزه راه غيولي يدير لكم لي نيوز على هاد اللعبات هادو باش تتبعوا فوتوغرافر اوف موروكو. بيس.